بعد ما اتحاد الكرة اعلن تأجيل مباريات كأس مصر بالكامل، مباراة الزمالك والمقاصة ومباراة الاهلي وبيراميدز، وقال لك بسبب الامن ودواعي امنية، وطبعا جماهير نادي الزمالك ما عجبهاش الوضع وتتكلم مش معنى دواعي امنية في التوقيت الحالي، وبيسألوا وبيقولوا هو في اساسا جماهير بتحضر مباريات عشان يبقى فيه دواعي امنية؟ علق على الموضوع ده الممثل والفنان نبيل الحلفاوي. في البداية قال نبيل الحلفاوي على تأجيل المباراة اللي حصل على فكرة هو القرار الصائب والسليم لإطفاء الحرائق، وإطفاء الحرائق هو بالتأكيد لمصلحة جميع الأطراف، ولا داعي لخلق ذيول للأزمة، نتعشم أن يهدأ الجميع ويعودوا إلى أصل الأمور، التنافس الشريف داخل المستطيل الأخضر، وهو ده الطبيعي، التنافس الشريف والتشجيع بأدب واحترام بين جماهير كل الأندية. وده فعلا هو كان القرار الصحيح. هو قالك لإطفاء الحرائق، يعني هنا بيتكلم على إن في فتنة وفي كلام وفي شحن وفي احتقان بين الجماهير. أما بخصوص دواعي أمنية فشرح نبيل الحلفاوي يعني إيه لدواعي أمنية، زي ما بيتكلم البعض أو زي ما بيتساءل البعض أو زي ما بيسخر من البعض، يقولك ليه اشمعنى الأهلي بتأجل له دواعي أمنية واشمعنى التوقيت ده اللي فيه دواعي أمنية. فعلق نبيل الحلفاوي وقال لدواعي أمنية فهمها البعض خطأ، هي لا يتعلق بتأمين مباريات بل بما كتب فيه الكثيرون، تزايد الاحتقان والفتنة التي تطل ورأسها وتشكل مناخا خصبا للمتربصين، وضرورة تدخل الدولة ونزع فتيل الأزمة، تلك هي الدواعي الأمنية، ولكن يبدو أن البعض يتناساها متعمدا والبعض يختلط دواعي جديدة. ده كان تعليق نبيل الحلفاوي على تأجيل مباريات كأس مصر وخصوصا مباراة الأهلي وبيراميدز والأزمة اللي كانت دايرة، وشرح من خلالها نبيل الحلفاوي يعني إيه لدواعي أمنية والاحتقان والمشاكل والفتنة زي ده. كان رأي نبيل الحلفاوي على تأجيل مباريات كأس مصر ومعنى دواعي أمنية اللي أصابها اتحاد الكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.